بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجسي. ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد في الأسبوع الثامن للحديث عن عدة موضوعات في هذا الأسبوع. سيكون الحديث بداية عن الخطبة، ثم يليها الحديث عن الزواج، وبعد ذلك يليها الحديث عن التدخين وأثره على الإنسان، وبعد ذلك عليك في هذا الأسبوع طالب العزيز أن تقوم بكتابة مقالة عن الموضوعات السابقة الذكر وجزء من مادة القواعد أو التدريب على الورقة الأولى من الامتحان. طلابي، الخطبة والزواج من الموضوعات المهمة في المقالة وكتابتها، وهي من العادات والتقاليد. في موضوع الخطبة طلابي والزواج، يجب عليك أن تتعرف على العادات والتقاليد في كيفية الخطبة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي تليها، ألا وهي الزواج بعد أن يتمم الموضوع ما بين أهل العريس وأهل العروس، ومن ثم موافقة كل منهما. طلابي، في الخطبة من العادات والتقاليد أن أهل الزوج يبحثون عن زوجة صالحة لابنهم، ثم تذهب الأم للبحث عن هذه الزوجة بين الجيران الأقارب المعارف إلى آخره من العادات التي تعرفونها. يلتقي الخاطبين مع بعضهم البعض، إذا كان هناك توافق يتم الانتقال للمرحلة الثانية من قراءة الفاتحة ووضع المهر للزوجة، لذلك بعد ذلك كتب الكتاب، وبعد فترة الخطوبة ننتقل للمرحلة الثانية وهي الزواج. فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طلابي، بعد ذلك يتم الزواج بين الطرفين، ويكون هناك النسب والمصاهرة بين العائلتين. أيضا طلابي، سيكون لنا حديث عن التدخين وعن أهمية التدخين، من حيث أن للتدخين آثار على الإنسان من ناحية اقتصادية، ومن ناحية اجتماعية، من ناحية صحية، من ناحية دينية، والعديد من النواحي. أثر هذا التدخين على الإنسان من ناحية صحية كما قلنا، ومن ناحية اقتصادية على الأشخاص من حوله والأفراد من حوله. أيضا طلابي، سيكون لنا حديث عن في الحصص القادمة عن المخدرات وأثرها. سيكون لنا حديث عن أطفال الشوارع أو المشردين في الشوارع وغيرها من الموضوعات المهمة. هذا طلابي مجمل الحديث للأسبوع الثامن. من لديه أي سؤال عليك التواصل معي من خلال الإيميل. هذا طلابي، ودمتم برعاية الله عز وجل. حفظكم الله ورعاكم أحبتي.